أهلا بيكم. النهاردة يوم مهم جدا ولقاء خاص جدا، لأنه أولا مع قيمة عالمية في عالم تأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب الحقن المجاري وأمراض النساء، ومع أستاذ الأساتذة، الأستاذ الذي علم الآلاف بل أكثر من ذلك، لأنه قدم الكثير والكثير للمنظومة المصرية والعربية والعالمية في عالم تأخر الإنجاب. اسم كبير جدا واسم قدير للغاية واسم الحقيقة، يعني كل طبيب مصري سواء في عالم تأخر الإنجاب أو حتى في غير هذا العالم يعني يفتخر بهذا الاسم، القيمة العالمية الكبيرة والاسم القدير مصريا وعربيا وعالميا، أستاذنا أستاذ الأساتذة الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والمدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بكلية الطب جامعة الأزهر، ورئيس مجلس إدارة المركز المصري لأطفال الأنابيب والحقن المجاري وتأخر الإنجاب، الاسم العالمي الكبير، شرف كبير جدا لي أن أنا ألتقي مع حضرتك. شكرا جزيلا دكتور أيمن، شرف لي أن أنا أكون مع حضرتك. يعني أنا هبدأ حواري معك ب يعني أكيد حصاد العمر والعمل المضني عبر سنوات طويلة من الكفاح وهو المركز المصري للأطفال الأنابيب. هبدأ من المنطقة دي. كان من الصعب جدا في الثمانينات أن يأتي إلى منطقة الشرق الأوسط ومصر فكرة الإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب. الصعوبة كانت في نقل تكنولوجيا كلها بالكامل قادمة من الخارج، أيضا إقناع الثقافة العربية في ذلك الوقت بأن هذا الأمر حقيقي ويتم بالفعل. هو الحقيقة يعني لو بدأنا القصة من البداية، هو ولدت أول طفلة أنابيب في العالم في 25 يوليو سنة 1978 في إنجلترا بواسطة العالم باتريك ستيبتو وروبرت إدواردز. والحقيقة لما ولدت لويس براون اللي هي أول طفلة أنابيب، العالم كان مذهول، وخاصة طبعا العاملين في مجال العقم وأمراض النساء، وكان أمامنا هذه الممارسة كأنها ضرب من الخيال، وهل هذا ممكن أم غير ممكن. بعد كام شهر ولما مشيت العملية ابتدينا نقول ده ممكن، ابتدينا نصطدم بالعامل الديني والثقافي في مختلف البلدان والأخلاقي في مختلف البلدان. طيب موقفنا احنا ايه في العالم الإسلامي؟ هل احنا نقدر ندخل هذه الطريقة من العلاج في جمهورية مصر العربية وفي العالم العربي ولا لا؟ فذهبت لفضيلة الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، وكان في ذلك الوقت مفتيا للديار المصرية قبل أن يكون شيخا للأزهر، وقلت له فضيلتك حصل في تقدم في علم الخصوبة وأصبحنا نجري ما يسمى بأطفال الأنابيب، فهل نقدر نبتدي هذا في جمهورية مصر العربية وفي العالم الإسلامي؟ ففضلته قال لي طب هات لي بس مراجع عن الموضوع ده، وأعطيت لفضلته المراجع وقال لي طب سيبني يا جمال شهرين كده ثلاثة وبعدين هكلمك. بعد في 21 مارس سنة 1980 كلمني بالتليفون وقال لي ممكن تفوت علي، قلت له فضل، فوت عليه واداني الفتوى اللي أصدرها في 21 مارس سنة 1980، وهذه الفتوى كانت شاملة جامعة. هذه الفتوى قالت إيه؟ قالت أنه إذا كان هناك داع لإجراء عملية أطفال أنابيب لعلاج العقم فإنه يجب إجراءها، لأن في ذلك محافظة على النسل على النفس، وهي أحد المقاصد الإسلامية، محافظة على النفس ومحافظة على النسل أحد المقاصد الإسلامية، ولكن يشترط أن تكون البيضة أو البويضة من الزوجة، وأن تلقح البويضة بالخلية المنوية للزوج، وأن تنقل البيضة الملقحة إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البيضة أثناء سريان عقد الزواج. ودي نقطة مهمة جدا، أثناء سريان عقد الزواج اللي هو طبعا بيسقط سواء بالوفاة أو بالطلاق. إنما الحقيقة اللي كان مدهش في هذه الفتوى إن فضيلة الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، أصدر فتواه في ممارسات لم نكن نعلمها في ذلك الوقت. كل اللي كنا نعلمه في ذلك الوقت هو أطفال أنابيب ناخد بويضة نلقحها بالحيوان المنوي ننقل الجنين داخل الرحم. الرجل رحمه الله توقع أصدر رأيه في
التبرع بالبويضات وما كناش نعرفها، التبرع بالخلايا المرويه، التبرع بالاجنه، الام الزئر، تاجير الرحم، تاجير الرحم اللي هو الام ده كله الزئر. ممنوع، ما كانش موجود، ما كناش نعرفه صحيح. ما كناش نفتكر ان ده ممكن يحصل. اتكلم عن العلاج بالجينات، اتكلم عن اختيار جنس الجنين، اتكلم عن الامراض الوراثيه وكيفيه نقلها، اتكلم عن الرحم الزجاجي اللي هو لسه من شهرين واحد في الصين نجح في بدايه هذه العمليه. شوف حضرتك، احنا اتكلم سنه 1980، احنا النهارده سنه 2023. وده يوري الحقيقه ان التعاون المثمر بين علماء الدين مع تقديم المعلومات العلميه الصحيحه، وقد كده فتواهم تبقى يعني مؤيده ومشجعه لكل تقدم علمي، طالما انه فيه محافظه على الانسان وانه في صالح الانسان، وتحمي هذه الممارسات من كل ما يضر بالانسان وبكل ما قد لا نراه في وقتها ولكن ممكن ان يحدث في المستقبل. فده كان حقيقه من الصعوبات. لما خدنا الضوء الاخضر من فضيله الشيخ جاد الحق عليه الحمد، قلنا كويس قوي عندنا الفتوى، يبقى لو عم فتحنا مركز اطفال عيب هنقدر نعلقها. جينا طبعا في زي ما سعادتك قلت المستلزمات والادوات والحاجات دي كلها ما كانتش موجوده في مصر، فكنا الحقيقه كان لنا صديق بيعمل في السفاره الامريكيه وكان بيسافر باستمرار، فكنا بنكلفه نجيب لنا الاشياء دي. لما اطمننا ان احنا نقدر نجيب هذه الادوات ابتدينا نعد لافتتاح هذا المركز في عام 1984 اواخر 1984، وافتتحنا المركز في 21 مارس 1986 اللي هو كان في عيد الام في عام 86. الصعوبه الثالثه اللي لقيناها الحقيقه، ودي كانت حقيقه في غايه الدهشه الحقيقه، من المجتمع الطبي. هجمنا هجوم فظيع عندما بدانا هذه الطريقه من العلاج، وقيل ان هذه الطريقه لا يمكن ان تنجح في جمهوريه مصر العربيه، وان اذا نجحت في اوروبا لا يمكن تنجح في مصر لان الجو ملوث والتقنيات غير موجوده ولا يمكن ضبط التقنيات كما يحدث في اوروبا وفي بلاد العالم الغربي. وللاسف الحقيقه كانت تطلع مقالات كامله في صفحات جرائد كامله بان هذه الطريقه لن تنجح في مصر. النهارده بناء على ما حدث من تقدم من العلم وما صدر من فتوى من فضيل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، اصبحت مراكز اطفال انابيب في كل انحاء العالم العربي. والحقيقه لابد ان نذكر هنا ان كل المراكز اطفال انابيب التي بدات في البلدان العربيه والبلدان الاسلاميه كانت تستند على فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وكانوا بيطلبوها مني وابعتها لهم. كان يجي البرلمان الاردني يناقش يطلبوا الفتوى وابعت لهم الفتوى، وده اللي حدث الحقيقه في كل انحاء العالم الاسلامي. ثم حدث تطور كبير في عالم التكنولوجي الخاص باطفال الانابيب الحقل المجهري. نعم. وهذا التقدم كان صفته الاساسيه هو العمل الجماعي، تقدم على جميع المستويات. نعم. على مستوى التقنيه الخاصه بالاداء الجراحي. نعم. على مستوى المعمل. نعم. وهو الجندي المظلوم اعتقد. نعم. في نعم. هذه المنظومه. نعم. هو الحقيقه حدث تقدم هائل، يعني زي ما قلت لحضرتك ان احنا كنا الاول يا دوب بنعمل الحكايه دي، في نسحب البويضه، نلقح البويضه، ننقل البويضه الملقحه لرحم الزوجه. دلوقتي حصل تقدم هائل. من ضمن هذه التقدمات الهائله ما حدث في ادويه التنشيط. الاول كنا بننشط بالادويه المعتاده، لكن دلوقتي اصبح هناك بروتوكولات للتنشيط بحيث ان احنا ننتج العدد المناسب من البويضات وننتج عن ذلك العدد المناسب من الاجنه، وبالتالي لا ننقل كل الاجنه، ننقل جزء من الاجنه ونحتفظ بالجزء الاخر بالتبريد. نتيجه كده يبقى ممكن قوي السيده تجري اكثر من عمليه بدون ان تتعرض لادويه والتقاط بويضات، لان حصلنا على اجنه، ننقل بعض الاجنه اذا ربنا اكرمها وحصل حمل يبقى خير وبركه، بعد ما تولد بالسلامه نقدر ننقلها الاجنه الباقيه، او اذا لم توفق في المره الاولى ممكن ننقل الاجنه المجمله. حدث ايضا تطور هائل في هذا المجال، لان الاول نتائج التبريد لم تكن جيده، لكن النهارده اصبحت فرصه نجاح
التجميد يصل إلى أكثر من 95%. فأصبح إذا كان عندنا 3-4 أجنة لما نجمدهم، لما نيجي ندفيهم ونلاقيهم كلهم كويسين، أو نلاقي 3 من 4 كويسين، وبالتالي ده زود فرصة كبيرة جدا. حصل أيضا تقدم هائل في البروتوكولات نظام العلاج، بحيث أن كنا الأول بنستعمل نوع من البروتوكول كان بعض المرضى يتعرض لزيادة التبويض، وبالتالي يحدث زيادة في حجم المبايض، يحدث استسقاء، قد يحدث تكون ماء حول الرئة وخلافه، وقد يحدث تجلط في الدم. نتيجة تغير البروتوكولات أصبحنا نستعمل بروتوكولات أخرى تحمي المريضة من زيادة الاستجابة لأدوية التبويض. والحقيقة طبعا أن ده إحنا حضرتك خيط رفيع جدا بيفصل بين التنشيط اللازم لإنتاج عدد مناسب من البويضات والتنشيط الزائد عن حد. والخيط الرفيع ده إذا ممكنش حضرتك تمسكه من الوسط، يا إما أنك ما يحصلش تنشيط مناسب وبالتالي ما تحصلش على عدد كافي من البويضات، ما تحصلش عدد كافي من الأجنة، أو تزوده شوية يبقى نخش في مشاكل كبرى. طلع دلوقتي أن إحنا إذا حدث بالرغم من استخدام هذه البروتوكولات الجديدة حدثت مثل هذا الزيادة في التنشيط، نقوم بتجميد كل الأجنة التي نحصل عليها ولا ننقلها في نفس الدورة وننقلها في دورة أخرى. بس عايز أنوه هنا بقى، يعني لابد أن احنا نستعمل التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة في المجال الصحيح. ليه؟ لأن بعض الناس دلوقتي تطلع تقول لك لا احنا بنجمد الأجنة وننقلها في الفترة الجاية. لا، دي لا يصح أنك تستخدمها حضرتك لكل حالات، تستخدم في حالات معينة، الحالات اللي هو داخلة على زيادة في التنشيط وفي مخاطر من زيادة التنشيط، فهي دي اللي بتجمد فيها الأجنة وتنقلها في مرة أخرى. لأن بيجيني مرضى يقولي لا يا دكتور جمال احنا عايزين نجمد الأجنة ومنقلش الأجنة. لا، يعني ما تقدرش حضرتك ندي بدلة لكل الناس، كل واحد مقاس مختلف، مقاس بدلة حضرتك مختلف عن مقاس بدلتي، مختلف عن بدلة الإخوة. فبالتالي لابد ان احنا نختار الطريقة المناسبة للحالات المناسبة، ولا ندعي ان كل طريقة جديدة هي التي نتبعها. بالضبط كده. ايضا التقدم الهائل الحدث الحقيقة اللي هو تشخيص الأمراض المختلفة في الأجنة، بحيث ان احنا نقدر ناخد عينة من الجنين في مراحل النمو الأولى ونحلل الكروموزومات ونشوف الأجنة اللي هي مصابة بالمرض الموروث في الزوجين أو في الأسرة، ونستبعد الأجنة التي فيها أمراض وراثية وننقل الأجنة السليمة. وبالتالي طبعا دوت اولا بيزيد من فرصه ولاده طفل سليم، وفي نفس الوقت ايضا بيحمي السيده من التعرض لحمل ثم اجهاض. ليه؟ لان لو نقلنا اجنه غير سليمه اللي بيحصل يحصل حمل بس ممكن يحصل اجهاض، فطبعا بيبقى في عناء نفسي كبير جدا جدا الحقيقه. وده طبعا من الحاجات الاخرى الحقيقه اللي حدثت في هذا المجال. طبعا في البلدان الأوروبية وبعض مش كل البلدان الأوروبية، بعض البلدان الأوروبية والعالم الغربي في تبرع بالبويضات للسيدات اللي ليس لديهم مخزون كافي من المبيض، أو التبرع بالخلايا المنوية، لكن هذه طبعا ممارسات لا تستعمل في جمهورية مصر العربية أو في العالم العربي. حدث أيضا تقدم هائل في طرق التشخيص. حضرتك كنا زمان أن كل مريضة بتعاني من عدم القدرة على الإنجاب بنضطر احنا نعمل لها منظار بطن ومنظار بطن ونبص في البطن، ويعني عملية دخول مستشفى جراحة. لكن دلوقتي الحقيقة نتيجة التقدم الهائل اللي حدث في الموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد ورباعي الأبعاد، أصبح الحقيقة في النادر لما نحتاج إلى إجراء منظار بطن للتشخيص. بنجري منظار بطن للعمليات الجراحية لكن ليس للتشخيص. وأيضا حدث تقدم هائل في الطرق المختلفة لعلاج العقم. يعني أصبح الوقت عندنا منظار الجراحي، عندنا منظار الرحم. يعني كنا زمان لو سيدة عندها حاجز في الرحم
كنت تضطر انك تفتح الرحم عشان تطلع تشيل الحاجز او تلاقي، لا، نتيجه تقدم الحدث في منظار الرحم تقدر تشيل هذا الحاجز عن طريق منظار الرحم. بس برضه انا احب اقول حاجه، ان الحقيقه مش كل حاجز في الرحم مستدعي انك تشيله، ودي طبعا نقطه مهمه جدا. ليه؟ لان احيانا بيبقى في حاجز صغير ليس له اي اثر على الحمل، وبالتالي ليس هناك داعي انك انت تشيل هذا المنظار. ايضا بعضنا بنستخدم هذه التكنولوجيا عشان نقول ان اي سيده هتعمل اطفال انابيب يبقى لازم تعمل منظار رحم. هذا طبعا غير علمي على الاطلاق وليس من الضروري. السيدات كانوا بيحملوا من قديم الزمن وما كانوش بيعملوا منظار رحم ولا حاجه. بنعمل امتى منظار رحم؟ لما يكون هناك داعي، لما الموجات فوق الصوتيه تقول لي والله ده في مشكله في الرحم دوت، في التصاقات، في زوائد، في ورم ليوفي داخل التجويف بتاع الرحم، اعمل منظار رحم. لكن مش كل سيده الحقيقه اعمل لها منظار رحم عشان قبل ما انقل لها اطفال انابيب. وبعدين نقول لها بقى كلام الحقيقه يعني مضحك شويه، نقول لها لازم احنا نبص في الفرن قبل ما نحط الرغيف جوه في الفرن. يعني هذا غير علمي ولا يستند على دليل. ممكن يعمل ابريشن يزود الهايبريميا يعني، ده بيفسره بالظبط كده يا فندم، وتعرض المريضه لعمليه وتكاليف واخلافه. فدي طبعا من الحاجات اللي هي لابد ان احنا ناخد بالنا. يعني تكنولوجيا كويسه قوي تتقدم، نستخدم التكنولوجيا بس نستخدمها بالطريقه الصحيحه في الحاله المناسبه لها. طبعا حدث ايضا تقدم في عدد الاجنه اللي بتنقل للسيده. كنا زمان الحقيقه بننقل ثلاث اجنه واربع اجنه وخمس اجنه وخلافه. دلوقتي لا، تعلمنا الحقيقه ان لا، يجب ان نقلل من عدد الاجنه اللي بننقلها. ودي الحقيقه جت من دراسه كبرى أجريت في أنحاء العالم وعلى الأخص بلجيكا بدأت في هذا، لما الدكتور الصديق ويليام أومبلي وجان جيريس قدموا للبرلمان البلجيكي إحصائية بالمضاعفات التي تحدث من توأم الحمل التوأم والحمل العالي المتعدد، وقدموها للبرلمان وقالوا لهم طبعا الأولاد دول لما يتولدوا نتيجة التوأم أو ثلاثة بيتولدوا بدري عن ميعادهم، بيضطروا يخشوا الحضانة، يخشوا الرعاية الحرجة للأطفال في الحضانة، وبعض منهم يحتاج علاج بعد ما يكبر ويمكن على مدى طويل أيضا. وحسبوا تكلفة العلاج المضاعفات اللي بتحدث من أطفال الأنابيب نتيجة نقل عدد من الأجنة، وقارنوها بتكلفة عمليات أطفال الأنابيب، ووجدوا أن لو الدولة قدمت أطفال الأنابيب مجانا لكل المرضى، الدولة ما تتحمله أقل بكثير جدا من لو الدولة لم تقدم خدمة أطفال الأنابيب بالمجان، وده يوفر فلوس كثيرة جدا على الدولة. عشان كده طلع قوانين في العديد من البلدان الأوروبية أن السيدة الصغيرة لها جنين واحد، السيدة الأكبر شوية إن لها اثنين أجنة، نادرا ما تنقل ثلاث أجنة أو أربع أجنة وخلافه. طبعا بنضع في الاعتبار أن لما تنقل جنين واحد نسبة حدوث الحمل والولادة بتبقى أقل من أنك أنت لو نقلت اثنين أجنة أو ثلاثة أجنة. فعشان كده لما تبقى العيانة هي المتكفلة بتكلفة العلاج، أحيانا بتضطر أنك تنقلها اثنين أجنة أو ثلاثة أجنة عشان تزود فرصة حدوث الحمل فيها. فده لابد ان احنا يبقى فيه عندنا التوازن بين عدد الاجنة اللي بنقله وسن المريضة. طبعا كل ما السيدة تبقى صغيرة السن كل ما ننقل عدد قليل من الاجنة، لما السيدة تقدم السن بننقل عدد اكبر من الاجنة. الحقيقة سعادة كبيرة جدا ان انا التقي بسيادتك النهاردة، اولا لانك استاذنا ده رقم واحد، رقم اثنين لانك اسم عالمي كبير اي حد في العالم يتمنى انه يجري معك حوار، ثالثا وده شيء مهم جدا لان اعلم جيدا ويعلم الملايين غيري انك انسان عظيم. فلهذه الاسباب الثلاثه سعادتي لا توصف في لقائي معك، وتمنياتي لك دايما بدوام الصحه والعافيه وبدوام العطاء المهني الراقي جدا والرائع جدا اللي فخر لاي طبيب مصري، مش بس في مجال النساء والتوليد ولكن في كل فروع الطبية. أكيد اسم الأستاذ دكتور جمال أبو سرور يعني الكثير جدا جدا لكل الأطباء في مصر وفي العالم العربي، بل الاسم العالمي الكبير اللي بنفتخر به. شرف كبير لينا هذه الجلسة الجميلة،
وأتمنى أنك توعدني بأن احنا نستكمل هذه النوعية من الحوارات بالتفصيل في القادم، لأنه العالم العربي يريد أن يعرف تفاصيل كثيرة وعديدة حول الإخصاب المساعد والأطفال الأبيب وعالم النساء، هذا العالم الفريد الذي يمتلك أو فيه من التفاصيل وأيضا فيه من الإنجازات المصرية اللي المركز المصري قدمها وحضرتك قدمتها الكثير والكثير. أنا أشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك، وأنا شاكر لحضرتك الحقيقة وشاكر للسادة المستمعين. والحقيقة أنا بشكر حضرتك على ما أغدقت علي من صفات قد لا أستحق كلها. لا بالعكس. وأوعد حضرتك أن أقابل سعادتك تاني بس بدون أن تسبق علي كل هذه الصفات يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الاسم العالمي الكبير والقيمة العلمية والاسم القدير أكاديميا وعلميا على مستوى العالمي ضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور جمال أبو سرور، كان في لقاء مهم جدا للدكتور والناس الحلوة. خليكم دايما معنا.